ابن خال أسامة مرواي يكشف عروسة أسامة، شاهد المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع، هناك العديد من الإشاعات المتداولة حول ارتباط أسامة وشيرين، وبالأمس قامت شيرين بالتفاعل ببوست على صفحتها بالإنستغرام، وقام ابن خال أسامة مرواء أحمد داما بوضع لايك على بوست شيرين، ويذكر إنه عيلة أسامة دايما بيتفاعلوا على صفحة شيرين بيوتي، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يتوقع إنه ممكن نشوف خطوبتهم. نمر إلى الثنائي الجميل بسن إسماعيل ومحمود اللي تفاعلوا امبارح في مجموعة من الاستوريات من إيفين، وحكت صديقة بسن دعاء إنه بسن ومحمود طالعين بيشبهوا بعض مثل الإخوة، وردت بسن بدها تجيكم مفاجأة إنكم إخوان، حتى لو أخوان أمي وأبي بيتجوزوا خلاص بس أنا مش بفضل أشبه محمود وبسن مو صح؟ إيه بس أطلع أخوكم بالأخير. لا شوف أنت شوف العيون، شوف العيون.